جبت 60 كيلو باذنجان، 50 كيلو فلافلي، كيس خيار، بندوره، هاي يعني اللي لازمني اخذتهم. وانا بيجي على البيت بدي اياه بعمله انه يعني ما بدي انه يعني بعمل فيه يعني ببيعه، يعني ارطميزات بعمله ارطميزات ضغط وببيعهم يعني. يعني مثل فاصوليه، بندوره، مقدوس، كله بنطلب منه يعني انه عندك ابيعه بستر بجيب شغله ثانيه يعني هيك. يعني هالقسائم فادتني كثير يعني منه انه ببيع من هون يعني بستفاد لشغله غيره. مواد اذا نحن اخترناها بيكون افضل، نحن بنعرف شو بدنا نشتغل، شو ممكن نحن نصنع، شو ممكن نشتغل، شو ممكن السوق يطلب. صرفنا المبلغ كان قسم منه مخصص للآلات اللي بدنا نجيبها، الأدوات الكهربائية، وقسم للمواد الأولية الخام اللي ممكن نجيبها. فنحن صرفنا المبلغ كله وجبناه واشتغلنا فيه.